تست مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفتي في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الجديده بالضبط سوق السمك. كما كتشوفوا انواع واشكال ديال السمك، كنعرفوا الاثمنه ديالها من خلال كنعرفوا الاثمنه ديالها كيف دايره بالنسبه لل كروفيت 70 درهم، بالنسبه للكروفيت 70 درهم. انت غتقول لي كل نوع كروفيت 70 درهم، حلبه 35 درهم، ميرنا 50 درهم، كوكورو ديال الفريد سي بي 60 درهم، بونيسو 30 درهم، سي بي منقيه 70 درهم، السردين 260، الكوالب 500، الانشوبه 500 درهم. يعني باش نطلع اللي كاين ما بين السوق النموذجي والسوق على حساب الحوت، على حساب الحوت. ما كتكونوش الاثمنه لا، اذا كان الحوت راه كتكون الاثمنه طايحه. بالنسبه للجوده اللي بغيت تعرف يعني السردين، الجوده ديالو الجوده باين، الجوده راه باين، كيكون جديد باقي بيض. السردين اللي كان بيض كيكون جديد، كان راسو بحال دابا الراس ديالو، اذا كان راسو احمر الراس ديالو اللي كان احمر جديد، كان بيض بحال هكا راه جديد. هذه بالنسبه للسردين. وبالنسبه للبونيتو، بونيتو تا هي هاهي كتكون هاد الفوشكه ديالو حمراء، إذا كانت حمراء راه جديد، كانت هادي كحلة قديمة. الناس تساكن، الناس تساكن كيجيو يسولوك، كاين مسكين باغي يتقدا ولكن ما عندوش الجهد باش يتقدا، ما عندوش أخويا كلشي غالي، كاين مسكين دابا جاي باغي يتقدا، راه كيسول. ما عندوش باش يتقدى، جاي مع 100 درهم وباغي يتقدى الحوت، ما عندوش باش يتقدى مسكين، كي غيدير شي يتقدى؟ مواطن مضروب، مواطن مضروب، هذا خويا 35 مسيو، 35 35 هادي شو هادي شحال فيها؟ شو هادي شحال فيها الميل؟ 35 اللي بغى الجوده يجي لسوق السمك، الجوده كاينه، الاثمنه راه طايحه شويه، هذا هو اللي كاين اخويا. انا باغي نوصلوا الرساله للمسؤولين، حيت الناس مضرورين هنا، لا البياع الشراي ولا الوكيل، البياع الشراي مضرور والوكيل حتى هو مضرور. لا البياع الشراي مضرور اكثر من الوكيل، شي بيع شري مضرور اكثر من الوكيل. بيع شري دابا اش كيصور؟ اش يصور؟ يصور 150 درهم ولا 100 درهم شي شري دجاج يديها لولادو، خضرة تشوف فينا هي زيتها وفينا هو حليبها وفينا هو تمرها، 150 درهم يديها دجاج لولادو ويريح الارض. ما كاين والو اخر، راه كنبلغوا الرسالة للمسؤولين هما يديروا حل لهاد الناس هذي. الوكيل تا هو مضرور، بيع شري مضرور، كلشي مضرور خويا، الله يدير شي تاويل ديال الخير. يعني السمك يعني ملي كيجي للمدينة يعني كيجي السمك مخلط، كاع المراسي كيجي منا السمك، كاع المراسي كلهم، السمك كيجي من جديدة، من أكادير، من الدار البيضاء، كاع المراسي كاملين كيجي منهم السمك. ودابا المنزلة مزيانة، أغلبية دابا الحوت كيجي من جديدة، الأغلبية دابا في هاد لونسومان اللي داز دابا، المنزلة مزيانة فهمت؟ كيجي الحوت، كاين الحوت، هذا هو المناسبات كيجي فيها الحوت.
المسألة تكون زوينة. دابا هاد الأيامات كانوا كيخرجوا الروطال، ما كان لا حوت لا والو، كانوا كيخرجوا الروطال. دابا ملي حيدوا الكوطة ديال الروطال ولا كلشي كيخرج يجيب الحوت. دابا الحوت بدا كيوجد شوية، فهمتيني، حوت البلاد دابا بدا كيوجد، هذا هو اللي كاين أخويا. الله يحفظك. كما كتشوفوا الأثمنة ديال الحوت شحال دايرة، يعني بالنسبة للناس كاملين كما شفتوا الجواب ديال السيد. كما كتشوفوا هادي علاش كتسمى سيبيا، هادي هي اللي كتسمى سيبيا. كما كتشوفوا الانواع ديالها كيف دايره، يعني ها هي كما كتشوفوا، يعني هاد السيبيا هادي راه هي اللي مقرده كتقرد على هاد الشكل هذا. يعني كاين اقبال كبير بسوق السمك مقارنه بال الاسواق الاخرى. كما كتشوفوا يعني اسماك نادره، يعني مشاهدينا ومتابعينا في التيفي كنتمنى يكون وصلكم الأثمنة ديال السمك في المدن ديالكم، وعرفت الأثمنة شحال دايره في مدينة الجديدة دكالة. نتلاقى معكم بث مباشر آخر بإذن الله، إلى اللقاء.